بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنشرح شابتر مهم جدا اللي هو شابتر الاندوكراين. معاكم دكتورة مروة بكري، خدت ماجستير سنة 2012 والدكتوراه سنة 2017، دكتوراه في الفارماكولوجي. هشرح لكم ان شاء الله النهاردة الشابتر ده وبإذن الله يكون مفيهوش اي مشاكل. في البداية خالص احنا عايزين نعرف الاندوكراين جلاندز يعني ايه، الغدد الصماء. طيب الغدد الصماء اللي هي اي غدد ليه سموها صماء؟ لانها بتنزل الافراز بتاعها على طول دايركت في الدم، مش محتاجه قناه عشان تنزل الافراز بتاعها، بتنزله على طول دايركت مباشره في الدم. تمام. طيب انا عندي كام نوع من انواع الغدد الصماء في الجسم؟ انا عندي تقريبا 10 انواع. ايه هما؟ عندي زي ما احنا شايفين كده قدامنا الباينيال جلاند. الباينيال جلاند ده مكانها طبعا في المخ زي ما احنا شايفين. ناخد بالنا كويس جدا من الاماكن بتاعتهم بترتيبهم في المخ. يعني عندي اهو ده فص صغير جدا اللي هي الباينيال جلاند. الباينيال جلاند دي وظيفتها ان هي بتطلع لي هرمون اسمه ميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده وظيفته انه يتحكم لي في الصحيان بتاعي، انه بينظم لي النوم والصحيان الاستيقاظ يعني. تمام. يعني بينظم لي النوم بتاعي وبينظم لي الصحيان لو في اي مشكله فيه، وكمان بيفرز لي هرمون السيروتونين. وهرمون السيروتونين ده طبعا مشهور عنه ان هو هرمون الايه، هرمون السعاده، لانه هو يعني بيزود لي الحاله المزاجيه وبيحسنها لي وكده. تمام. بعد كده عندي الهايبوثالاموس زي ما احنا شايفين اهو ده مكانها. والهايبوثالاموس دي دايما بتكون قبل ايه؟ قبل البيتويتري جلاند اللي هي الغده النخاميه. ده فص صغير كده موجود قبل الغده النخاميه، وظيفته ان هو بيعمل لي ايه؟ ده زي المحفز كده للبيتويتري جلاند، محفز للبيتويتري جلاند، بحيث ان هو اما يجي يطلع لي اي افراز من الغده دي اللي هي البيتويتري او الغده النخاميه، لازم ياخد اوردر الاول او ياخد امر مباشر من الهايبوثالاموس ده. تمام. بعد كده عندي الثايرويد جلاند، اهي الغده الدرقيه، ودي بتكون موجوده حوالين القصبه الهوائيه زي ما احنا شايفين. عندي كمان الباراثايرويد جلاند، ودول بيكونوا خلف اهو زي ما احنا شايفين لونهم اصفر، دول بيكونوا 1 2 3 4 4 فصوص موجودين خلف الغده الدرقيه، عشان كده سموها باراثايرويد. في عندي بعد كده السايمس، ده السايمس اهو، دي غده هنا موجوده هنا، وظيفتها ان هي بتطلع لي حاجه اسمها التي سيلز. التي سيلز دي من ضمن الوايت بلاد سيلز او من ضمن الكرات الدم البيضاء. طبعا كلنا عارفين ان كرات الدم البيضاء دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن هي جهاز المناعة، وهي الجيش بتاع الجسم اللي بيقاوم اي انفكشن او عدوى بتدخل الجسم. تمام. يبقى هو يعتبر كجزء من الاميونيتي سيستم او جهاز المناعة اللي موجود في الجسم، لانه بيطلع لي حاجة اسمها التي سيلز، والتي سيلز دي من ضمن كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن الجسم ضد اي ايه؟ ضد اي انفكشن او عدوى. بعد كده عندي الادرينال جلاند اللي هي الغدة الكظرية، زي ما احنا شايفين كده بتكون موجودة فوق الكلى، هما اتنين موجودين فوق الكلى كده. بعد كده عندي البنكرياس، ده البنكرياس اهو، هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله ونعرف بيطلع ايه. في عندي بعد كده الاوفري اللي هو المبيض في الفيميل، والتستس او الخصيتين في الايه، في الميل او في الذكور. يعني عندي في الاناث الاوفري اللي هو المبايض اهي اللي بتطلع لي هرمونات، وعندي التستس في الميل او في الذكور دي مسؤولة عن خروج بعض الهرمونات. ده اللي احنا هندرسه ببساطة في شابتر الاندوكراين. تمام. هنبدأ اول حاجة عندي بالبنكرياس او بالغدة بتاعة البنكرياس. طبعا البنكرياس ده له وظيفتين، له وظيفة هضمية وله وظيفة كغدة. تمام. وظيفته الهضمية ان هو بيطلع لي حاجة او بيطلع لي انزيمين، انزيمين اسمهم، واحد اسمه لايبيز. اللايبيز ده من اسمه كده مسؤول عن هضم الليبد، الدهون. تمام. وعندي الاميليز ده مسؤول عن هضم الكربوهيدرات. تمام. مسؤول عن هضم الكربوهيدرات، يبقى ده وظيفته ك حاجة هضمية او كوظيفة هضمية، ان هو بيساعد في هضم الدهون والكربوهيدرات عن طريق انه بينزل الافراز بتاعه ده في الانتستين او في الامعاء على طول، زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي قدامي ده اهو.
انا عندي هنا اهو ده البنكرياس. البنكرياس موجود فين؟ موجود خلف المعدة، دي المعدة، وموجود خلفها هنا وتحت الايه؟ تحت الكبد. تمام. دلوقتي هناخد صورة اوضح شوية للبنكرياس. اهو ده البنكرياس، شكله زي عنقود العنب كده. دي الدكت او القناة اهي، شايفين ده القناة اللي بتنزل الافراز بتاعها فين؟ في الامعاء. دي الامعاء اهي، هي بتنزل من هنا كده اللايبيز والاميليز اللي هم الانزيمين اللي مسؤولين عن هضم الدهون وعن هضم الكربوهيدرات. تمام، بتنزلهم لي هنا. طيب ده زي ما قلنا ده الشكل، ده الهيد بتاعتي اهي بتاعته، ودي الدكت اللي هي القناة اللي بتنزل لي منها الافرازات. تمام. طيب بيطلع لي ايه بقى؟ البنكرياس. البنكرياس لو احنا جينا اتكلمنا عنه كغدة، فهو بيطلع لي اتنين هرمونز، هرمونين، هرمون اسمه الانسولين وهرمون اسمه الجلوكاجون، والاتنين الفانكشن بتاعهم او الوظيفة بتاعتهم عكس بعض. تمام، هنتكلم عنهم دلوقتي بالتفصيل. طيب بالنسبة للدايجستيف او القناة كوظيفة هضمية، يعني زي ما اتفقنا انه بيطلع لي اللايبيز، انزيم اللايبيز المسؤول عن هضم الليبيد او الدهون، والاميليز اللي مسؤول عن هضم الكربوهيدرات. تمام. طيب انا عندي البنكرياس ده منقسم لقسمين او في نوعين من الخلايا، في نوع اسمه الفا سيلز ودي بتطلع لي الجلوكاجون. تمام، وفي نوع اسمه بيتا سيلز وده بيطلع لي الانسولين. خلاص، يبقى في جزء عندي اسمه الفا سيلز بيطلع لي الجلوكاجون، وفي عندي بيتا سيلز ودي مسؤولة عن خروج الانسولين. تمام. طيب نيجي بعد كده ندخل بقى ايه، او نبدأ شرح المشاكل بتاعة البنكرياس او المشاكل اللي ممكن تحصل لي نتيجة خلل في افراز هرمون من هرمونات البنكرياس. اول مشكله هتكلم عنها ان شاء الله النهارده اللي هي الدايبيتس ميليتس. الدايبيتس ميليتس ده اللي هو سكر الدم. طيب في البدايه عايزين نعرف ايه هو سكر الدم او ايه التعريف بتاعه. هو عباره عن كرونيك بروجريسيف سيستميك ميتابوليك ديس اوردرز. يعني ايه كرونيك؟ يعني ايه كرونيك؟ يعني حاد، يعني من ضمن المشاكل الجامده اللي ممكن تاثر على صحه الانسان. تمام. بروجريسيف يعني بيتطور، بيفضل يتطور مع الوقت. اوكي. سيستميك يعني بيبقى جوه الدم. سيستميك معناها جوه، داخليا، يعني جوه في الدم، مشاكله بتكون داخليه جوه الجسم. بيعمل لي مشاكل في الميتابوليزم اللي هو في التكسير او في هضم الاكل. تمام، بيعمل لي مشاكل جامده جدا جوه الجسم. طبعا ده لما بيكون في عندي مشكله في الايه، في السكر. تمام. طيب انا عايزة اعرف ايه الاعراض بتاعتي او امتى اقول ان الشخص ده عنده سكر. بيتميز اللي هو سكر الدم ده بتلاتة بولي. بولي يعني ايه؟ بولي يعني كتير. ايه هما التلاتة بولي؟ بولي ديبسيا يعني في عطش على طول، حاسس ان هو عطشان على طول. بولي يوريا في بول على طول باستمرار. بولي فيجيا جعان على طول باستمرار. تمام. يبقى انا عندي تلاتة بولي يتميز بيهم مريض السكر. ايه هما التلاتة بولي؟ بولي ديبسيا عطشان على طول، بولي يوريا بيدخل حمام كتير، بولي فيجيا جعان على طول. طبعا نتيجة الجوع الكتير ونتيجة الاكل الكتير اللي باستمرار ده هيزيد الوزن، فده طبعا من اكتر المميزات برضو اللي بيتميز بيها مريض السكر. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض دايابيتس مليتس دي يعني ايه، كلمة نفسها معناها ايه. انا عندي دايابيتس دي كلمه لاتينيه معناها ايه؟ لو جينا نفسرها كده معناها اكسس يورين او بوليوريا، زياده في خروج البول من الجسم، ده معنى كلمه دايابيتس. طيب مليتس معناها ايه؟ مليتس معناها سويت، حاجه حلوه مسكره. طيب احنا ليه سميناه او هما ليه سموه دايابيتس مليتس؟ يعني ليه سموه ان هو في حاجه حلوه، يعني البول فيه حاجة حلوة أو مسكر؟ ليه؟ نتيجة وجود الجلوكوز، نتيجة زيادة كمية الجلوكوز اللي موجودة عندي فين؟ في اليورين، في البول.
عشان كده سموه دايابيتس ميليتوس. طيب ناخد بالنا بقى كويس جدا ان الدايابيتس ميليتوس دي في كلمة مشابهة ليها او مرض مشابه ليها، وهو الدايابيتس انسيبيدس، وده مختلف تماما عنه تماما. ازاي؟ عندي دايابيتس زي ما اتفقنا اللي هو نفس المعنى برضو، بوليوريا او زيادة في خروج اليورين، تمام؟ طيب انسيبيدس معناها ايه؟ معناها نو تيست، يعني ملوش اي مذاق، يعني ولا حلو ولا مالح. طب ليه قالوا عليه نو تيست؟ لان هو ما بيكونش مصاحب ليه خروج جلوكوز ولا اي مادة مع البول، مجرد زيادة بس في اخراج الايه؟ البول من الجسم، تمام؟ طيب المشكلة بتاعت الديابيتس انسيبيدس راجع لإيه؟ يعني أنا عندي الديابيتس ميليتس مشكلتها زيادة في خروج السكر. طيب الديابيتس انسيبيدس الزيادة في البول راجع لإيه؟ راجع إن أنا عندي ديفيشنسي في حاجة اسمها ADH، هرمون اسمه ADH. إيه هو هرمون ADH؟ لو جينا كده فصصناه أنتي دايوريتك هرمون. طيب دايوريسيس يعني ايه؟ او دايوريتك يعني ايه؟ دايوريتك يعني مدر للبول، يعني بيخرج البول بكمية كتيرة، تمام؟ طيب انتي دايوريتك هرمون يعني بيمنع خروج البول بكمية كبيرة، تمام؟ يبقى هو وظيفة الـ ADH او الهرمون ده انه بيحبس لي المية جوه الجسم. طيب الانتي دايوريتك هرمون ده لما بيحصل فيه deficiency يعني بيحصل فيه نقص، بالتالي هيحصل العكس، هيزيد خروج البول من الجسم. معايا؟ يبقى دلوقتي انا عندي هرمون اسمه الـ ADH انتي دايوريتك هرمون، وظيفته انه بيمنع خروج البول والمية من الجسم، يعني بيحبس لي المية في الجسم. لو حصل فيه نقص بيحصل العكس، بيزيد خروج المية مع اللي هو اليورين يعني من الجسم. ده بالنسبة للديابيتس انسيبيدس. علاجه ايه المرض ده؟ بيتعالج بالهرمون اللي هو نفسه الـ ADH. طب هرمون الـ ADH ده اسمه ايه كعلاج؟ نسمينه ايه؟ نسمينه فازوبريسن او ديسموبريسن. يبقى دول اسماء الانتي دايوريتك هرمون في الايه، في الصيدلية، فازوبريسن او ديسموبريسن، تمام؟ اوكي نيجي بعد كده نتكلم على جزء تاني من السكر، وهو انواع الدايبيتس. ايه انواع؟ في عندي انواع كتير قوي منها، اهمهم اول حاجة عندي تايب 1. تايب 1 او المشكلة الاولى للسكر ان بيحصل عندي ايه؟ المفروض الانسولين ده، الانسولين ده بيطلع لي من ايه زي ما اتفقنا؟ من البيتا سيلز بتاعه البنكرياس، من جزر اسمها جزر لانجر هانز. طيب الانسولين ده وظيفته ايه؟ بيعمل ايه؟ الانسولين ده بيطلع يروح واخد اي زياده في في السكر او في الجلوكوز اللي موجود في الدم، يروح واخده مدخله جوه العضلات، السكيليتال ماسل، تمام؟ ندخله جوه العضلات. العضلات دي موجوده في كل حته في جسمي، موجوده في الايد، موجوده في الرجل، موجوده حتى في جفن العين، تمام؟ يبقى بيدخل يخزنهولي جوه العضلات على شكل ماده تانية اسمها ايه؟ اسمها جلايكوجين، تمام؟ يبقى هو بيجي الانسولين ده اول ما بيتفرز يروح واخد اي زياده في الجلوكوز، وبالمره ياخد معاه حاجه اسمها البوتاسيوم، ده معدن من المعادن اللي موجوده في الجسم اسمه بوتاسيوم، يروح واخده كده مخزنه لي جوه الايه، جوه الماسلز العضلات وجوه خلايا الكبد، تمام؟ او احنا بنسميها الاديبوس تيشوز، الانسجه الدهنيه بيتخزن كمان فيها، تمام؟ طيب لو حصل بقى ان الانسولين ده نفسه ما طلعش بصوره كافيه من البيتا سيلز، في الحالة دي يبقى المريض هيحصل عنده نقص في الانسولين، فهيزيد عندي نسبة السكر في الدم، تمام؟ هيزيد عندي نسبة السكر في الدم. الحالة دي بسميها تايب 1.
يبقى تايب 1 مشكلتها